السلام عليكم، مرحبا بكم معايا ان شاء الله فيديو جديد على القناة. واحد الكيكة اللي اقتصادية بامتياز، قلنا اقتصادية غادي ندير وجدوا هذا الكيك ان شاء الله كتشوفوه معايا. بيضة واحدة، وصدقوني ما تحقروش المقادير وتقولوا بيضة واحدة ما غايجيش بنين، اللي عنده الوليدات ما غتنفعوا غير هذه، كتجي معلكة. خليت لكم هذه الصورة باش تعرفوا في بداية الفيديو كيفاش خرجات ولا كيفاش غادي تكون معلكة بواحد لاصوص الشوكولا اللي غادي تكون حتى هي زوينه وبنينه. المقادير بساط، نحتاجوا واحد كاس الا ربع ديال سنيده، وبالنسبه للحلاوه راه تقدروا تزيدوا او تنقصوا، وعندنا واحد كاس الا ربع ديال قهوه سريعه الذوبان، او طيبوا القهوه ديالكم عاديه وتصفيوها. بيضه واحده كما قلنا اقتصاديه، وجوج خمارات، وكاس الا ربع ديال الزيت العاديه، واحد جوج معالق ديال الكاكاو. ونسيت هنا ما حطيتش واحد الكاس ديال اما ديال اللبن او كاس ياغورت، راني نسيت، هو اللي وريت لكم. انا عندي اللبن ما يكونوش باردين طبيعة الحال. هنا الطريقه العاديه، خذوا بيضه ديالكم زيدوا عليها السكر، وخدموا بالباتور ولا الماكينه العصاره، ما تنساوش قبيصه الملحه كالعاده في جميع الحلويات باش تخرج لينا المذاق. هنا بغيتو تنسمو بقشور ديال الليمونه والحامض، عندكم ديروها، انا غادي ندير الفاني. هنا راه ما بانش لكم حيت ما طلقش الكاميرا، راني درت الساشي ديال الفاني، واللي عندها الليكيد دير الليكيد. نخدمو البيض مزيان، ومن بعد القهوه من بعد ما ولات دافئه ما ديروهاش سخونه، غير شويه دافئه باش ما طيبش لينا البيض. وغادي نكملو التضراب ديال هاد المقادير. صراحه مع هذا الغلاء الاسعار، وعارفين الاخوات البيض فين وصل، والله حسن العوان. كاين العائله اللي عنده الوليدات كيبغيو باش يفطروا باش يديروا الكوتي، وهاد الكيك كنحتاجوهم يوميا بالنسبه للمدرسه، كيدخلوا الوليدات يبغيو شي حاجه يدوزوا بها، حسن ليهم، حسن من غتمشيو تاخذوا داكشي على 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 برا، كيطيح اولا غالي، وما كي ما كياكلوا والو، ما كتعرفوش شنو كياكلوا، غير السكريات. على الاقل هذه نقيه، واخا اقتصاديه والمكونات بساط ولكن اقتصاديه ونقيه. هنا راني زدت كاس ديال اللبن، وهنا زدت الزيت. هنا غادي نبدا نزيد الطحين، تقريبا واحد جوج كيسان عامرين ديال الطحين، غادي نغربلهم مع الخماره ومع الكاكاو. ضروري تغربلوهم باش ما تلقاوش داك الكويرات في الكاكاو. وغادي نكمل الخليط ديال الطحين، وها هي الكيكه ديالنا وجدات. ما تنساوش هنا غادي نضيف واحد معلقه ديال الخل باش يجينا واحد الكيك رطب وهشيش. هنا بالنسبه للمول ديروها مستطيله او دائريه، انا كنحاول نديرها في هذا المول، حتى ملي كنجي نقطع هكا في قطع كتجيني سهله. وديما الكيك ديالكم هزوه مزيان قد ما قديتو تهزوه مزيان، هزوه خويو وضربوا بلاطه ديالكم تقاد. بالنسبه للاخوات اللي عندهم شي لاطه كتعواش في الفران باش يجيكم متساوي، ضروري ديروا داك داك الشبكه ديال الحديد اللي تتكون عندكم في الفران، هي اللي ما كتعواش باش يجيكم المستوى ديال الكيكه تكون مقاده. هنا غادي ندير واحد لاصوص لكم الاختيار، بغيتو تسقيوها بالليمون تبقى اقتصاديه 100%، اللي الا عندكم الشوكولاته غادي ديروها الطريقه اللي درت، ما عندكمش تقدروا تسقيوها غير بالحليب او كاس العصير الليمون وتذوقها كما بغيتو. انا خديت شويه الحليب، كان عندي الشوكولاته هكا شويه مر، ماشي مر ولكن نسبه الكاكاو فيه عاليه. شتو الكيكه ديالنا راها رطبه شيشه، تقدروا تناولوها بهذه الطريقه بلا ما تزيدوا عليها حتى حاجه. وهنايا غادي نسقيها بداك لاصوص ديال الشوكولا باش تجيني معلكه من الداخل. انا داكشي علاش درت لهم هاد الثقوب شويه كبار باش تجيني ديك لاصوص واقفه ليا في الوسط، وانا ما زدتش مازال زينتها حتى شي حاجه، انا مجرد انني قطعت الجوانب، ومن طبيعه الحال باش تكون اقتصاديه ما غنزيدوا عليها حتى حاجه. خديت الجوانب اللي قطعت فرتتهم، وحنا زينا بها الكيكه ديالنا، وتزينوها باللي عندكم، تقدروا تخليوها هكاك عاديه، راه حتى المذاق ديالها كتجي زوينه. وهنا باش نهرسوا اللون، خديت شويه ديال الكوك، بشور ديال الكوك، وانا رشيتو هكا بحال الا طايحه عليها الثلج. وهي الكيكه ديالنا واجده، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم، راه كتجي معلكه بديك لاصوص.
او اي حاجه سقيتوها بها راه كتجي رطبه ومعلكه واقتصاديه، هذه بالدرجه الاولى. نتمنى ان شاء الله الاخوات تعجبكم هذه الوصفه. الاخوات اللي كيشاهدوا معايا الفيديو او دخلوا القناه عندي جداد، ما تنساوش اللايك والابوني. كاينين الاخوات كيتفرجوا وكينساو اللايك، الله يجزيكم بالخير، ديروا اللايك باش الفيديو يطلع للناس الاخرين، كتشجيع منكم ليا ان شاء الله، وباش الفيديو يوصل للناس الاخرين اللي عندهم وليداتهم يوجدوا هذا الكيك. كنتمنى لكم الصحه والهنا.